ما كاينش الان في الاولويات ما عدا الدارجه، هي الحل الوحيد للتواصل مع عامه الناس. لما كيكون خطاب بالعربيه الفصحى وربما احيانا كتكون شويه ادبيه ومعقده، الناس واحد العدد منهم ما كيتابعوش. طبعا من المفروض كذلك في المستوى الثاني، وهو انه استعمال اللغه الامازيغيه، وبالاساس في الخدمه اليوميه القضائيه الصحيه، باش يمكن فعلا انه يكون تواصل مع كافه الناس. هذا لا يعني الغاء لا العربيه، بحكم انه عندنا ارتباطات مع عدة دول الآن اللغة العربية رسمية على الصعيد الدولي، ولكن كذلك كيخص في إطار بناء هذه الاستراتيجية اللغوية كاملة، بأنه كيخص أن نفتحوا على اللغات التي تمكننا من التواصل مع العالم وكذلك مع المعرفة، لأنه عدة عناصر ديال المعرفة حاليا ما غير متواجدة باللغات اللي كنهضروا بها، موجودة بالإنجليزية بالخصوص، فمن المفروض أنه يكون هذا الانفتاح. ولكن اعتماد في التواصل اليومي مع الساكنة الدارجة بالأساس والأمازيغية.